كيكة السينامون رول بس بطريقة غير الطريقة اللي عملناها قبل كده من سنتين تقريبا، يمكن عملتها بس النهاردة طريقة مختلفة تماما. علشان نعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة عايزين 3 كوبايات دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، 3 معالق صغيرة بيكنج باودر، 2 بيض فانيليا، 1 معلقة صغيرة خل، 1 كوب سكر، 1.25 كوب لبن، ونص كوباية زيت، والحشوة 150 جرام زبدة، 3/4 كوب سكر، 1 معلقة كبيرة قرفة، و1 معلقة كبيرة دقيق. الوش بقى يعني ممكن نحط 200 جرام جبنة كريمي على كوباية سكر بودرة على 50 جرام زبدة على 1/4 كوباية لبن تقريبا. وإيه معنى كلمة تقريبا؟ معنى إن احنا نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طيب أول حاجة هنعملها زي ما احنا متعودين، هنحط السكر اللي هو كوباية سكر مع البيض مع الزيت اللي عندنا، أسفة، ممكن نحط بيض وممكن نحط زيت، يعني لما بيكون مفيش زبدة الزيت ما بيتخفقش جامد. فهنحط كمان الفانيليا اهي، هنحط دلوقتي الزيت، طيب هنحط الخل كمان، وناخد البيكنج باودر 3 معالق صغيرة بيكنج باودر على نص معلقة صغيرة بيكنج سودا على 3 كوبايات دقيق دول، وهنبتدي نخلطهم مع بعض وننزلهم بالتدريج وبالتبادل مع اللبن على الخليط اللي عندنا. نحط دول بس يختفي الدقيق، هنضيف شوية لبن، نص الكمية تقريبا، وبعدين نرجع ببقية الدقيق اللي عندنا برضو بس يختفي اللبن. يعني احنا دايما اي اضافة بنحطها لما تختفي الاضافة اللي احنا حطيناها قبليها. طيب كده احنا فاضل عندنا ايه؟ كده فاضل عندنا الزبدة، واحنا خلصنا الكيكة، فاضل عندنا نعمل الحشوة. الحشوة هحطها ثواني، على فكرة ده خلص خلاص، طفيت عليه لانها خلصت خلاص، فحسبها بس جوه علشان تفضل دافية. هنجيب بولة ونجيب معلقة ونجيب جلافز لان مرات بيبقى اسهل بالجلافز. هنحط دلوقتي عندنا 150 جرام زبده على 3/4 كوبايه سكر بني، ادي الزبده بتاعتنا فقط مش سايحه كده يعني، بس نفتفتها بس كده شويه. هحط لها دلوقتي 3/4 كوبايه سكر بني، ده طبعا اكتر بكتير، احنا مش عايزين غير 3/4 فقط يعني، يدوب دول، وعايزين معلقه دقيق برضو، ده اكتر كفايه دول، وعايزين معلقه قرف، ونقلب الكلام ده مع بعض كويس. ناخد بقى الخليط بتاعنا، لو مش عايزينها عالية قوي بنحطها في صينية مقاس 30 كده زي ما انا عاملة، لان احنا عندنا 3 كوبايات دقيق حلوين يعني، لو عايزينها عالية ممكن نحطها في مقاس 26 الكيكة الصينية يعني. وناخد الخليط بتاعنا ونحطه هنا. هناخد بقى دلوقتي الخليط اللي احنا عملناه وهنبتدي نعمله بشكل حلزوني فوق الكيكة بتاعتنا. يلا تعال، كده شايفين بالشكل ده، هناخد بقى الكيكة بتاعتنا دي زي ما هي كده وهدخلها الفرن
على درجة حرارة زي ما احنا متعودين نعمل الكيك 180 لغاية ما تستوي، بتقعد تقريبا لو في الصينية الكبيرة اللي الصينية 30 هتقعد تقريبا يعني يمكن 40 دقيقة، لو في الصينية الأصغر اللي هي 26 ممكن تقعد 55 دقيقة. لما بتستوي بيكون ايه شكلها؟ ده بيكون شكلها عندنا بعد ما بتطلع من الفرن اهي، شايفين ريحة مش قادرة اقول لكم، مش قادرة يعني فعلا خرافية ريحتها. دلوقتي هنعمل مع بعض الصوص بتاعة التوبينج بتاعنا، وهي زي ما اتفقنا عبارة عن 200 جرام جبنة كريمي، كوباية سكر بودرة، 50 جرام زبدة، وربع كوباية لبن تقريبا. دلوقتي حطينا هنا الجبنة كريمي، بس تفكفك شوية علشان لما احطها هنا ما تضايقنيش في الخفق، بس مش سايحة مش سايحة، وبخلطها كده لغاية ما تختفي خالص. تمام، هي تقريبا اختفت. هبتدي دلوقتي انزل بالسكر البودرة اللي عندي، ناخد بقى اللبن وبنحط لبن لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، فانا عايزاها طرية شوية، عايزاها اجمد شوية زي ما احنا عايزين، بنحط لبن. ممتازة. طيب هاخد بقى انا الخليط ده واحطه على الكيكة عندي.